تساؤل ففكرة فتحفة موسيقية سميت بالزيارة للموسيقي التونسي سامي اللجمي الذي أخرج من مكنونات المخزون الصوفي عرضاً لنمطين موسيقيين لطريقتين صوفيتين هما العوامرية والعيساوية بحلة جديدة زادت رونقاً وجعلته أكثر طواعية مع العصر. جدران المسرح البلدي رجت بهازيج الزيارة التي استحضرت الطقوس الصوفية في الساحل التونسي وصورت زيارة المريدين للزوايا وترديد الأذكار والمدائح النبوية بقراءة جديدة أحدثها تمازج آلات تقليدية على غرار البندير بآلات غربية كالجيتار الكهربائي والطبل الغربي. خممت باش نعمل ان سبيكتاكل. أول حاجة يظل تاخذها هي الريبرتوار متاعك اللي انت حاجتك به اللي انت تربيت في وسطه، والحمد لله يا ربي وفقنا الى حد الان باش نوصلوا هالريبرتوار اللي كان مغمور في وسط الزوايا وصلناه للجمهور. العرض لم يخفل المؤثرات التي من شأنها إعطاء الروح الحقيقية لهذا النمط، فحضرت المؤثرات الضوئية وحضر البخور والراقصون بما يشعر الحاضر أنه قام برحلة عبر تراث هاتين الطريقتين. هذا تراثنا، هذه أصلتنا، هذه معناها هذا موروثنا. معناها شنو الموروث هذا؟ وقت اللي تحطه اون فالور في سبيكتاكل فني فرجوي، ناس تجي على خاطر الناس ما تعطش النوع هذا من الموسيقى. يبدو أن العرض لفت الأنظار إلى أن المتذوق التونسي ليس راغبا عن موروثه الثقافي، بل فقط يحتاج إلى قراءة تلبي متطلباته على نحو ما حدث في هذا العرض الذي أدرك صاحبه أهمية إقحام الأداء الفردي بين الفينة والأخرى بما يخرجه من الرتابة إلى الثراء. يمنى جلاسي، العربية.